السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نشكر كل اخ وكل اخت عطاتني من الوقت نتاعها وتفرجت في الفيديو نتاعي. نشكركم بزاف بزاف، ونطلب من رب العالمين ينحي علينا هذا الوباء، يشافي المريض ويعافي الصحيح ان شاء الله يا رب العالمين، ونتلاقاو كما كانوا وترجعت الحياه نتاعنا كما كانت. ما تنساونيش البنات في اللايكات، راهم عندي ضعف بزاف والمشاهده عندي ناقصه بزاف بزاف بزاف، واللايكات نجبر حتى ل 700 كومونتير، واللايكات ما تفوتش حتى 200 300 هكاك، ما كاينش حتى 200 250. وانايا عندي فوت في الفيديو اللي فات، فوت 900 تقريبا 900 كومونتير في 200 تاع اللايك. دروك شويه راكم مقصرين في حقي بزاف بزاف، مانيش نهضر عليكم كلشي بصح، اللي ما راهش يدير لايك نتمنى ان شاء الله يدير لايك. ولو نقسم لكم بالله اي وحده ندخل عندها عمري وحده وما درت لهاش لايك، وراني نشوف البنات بزاف يشتكيو بزاف بزاف من هاد لي لايك هادو، باسكو هادي امانه والامانه ترجع لمواليها. بونجور تو الموند، جيسبر كو زالي بيان. ميرسي توت لي جون كي زون دوني دو طون، زون ريغاردي مي فيديو. ميرسي بور لو لايك اي بور لو كومونتير. جيسبر كو اوبلي با لي لايك، باسكو جي توجور ميم سوسي افيك لو لايك. جي بوكو دو كومونتير اي لي لايك دونك اي سون ان با. Donc aujourd'hui on a un petit tagine, olive avec le pomme de terre et le veau. Donc عندي واحد الطاجين هذا النهار مع البطاطا. البطاطا نتاعي راني قصيتها هكا روندال، les pommes de terre ils sont rondelles comme ça. La viande et l'oignon. Donc j'ai 6 oignons ici. عندي 6 الحبات نتاع البصلات هنايا قطعتهم هكا. Et les olives والزيتون معانا. دونك وهاد المقادير هادو كل واحد يدير على حساب افراد العائله نتاعو. دونك لو كونتيتي و فيت بارابور لو نومبر دو بيرسون كي سون على ميزون. دونك نفوتو للتحضير و غا باسي على بريباراسيون. بسم الله. دونك بسم الله نبداو. دونك لا بروميير دو شوز، الحاجه الاولى هي نديرو الزيت. عندنا مغرفه هنايا نتاع الزيت من الكبار، une grosse cuillère d'huile. On va poser la viande. Safran, du safran. Sel, le melah. لو سيل سي او شوا، اختياري. كاين الناس اللي يحبوا ياكلوا المالح، كاين اللي يحبوا ياكلوا المسوس. دونك يا دي جون كي موج سالي، يا دي جون كي موج نورمال. دونك او شوا لو سيل سي توجور. ici on va faire juste un poignet نتاع لونيو، نديرو واحد الحفينه هكا نتاع البصله ونخليوه يتشحر. نزيد لها غير شويه نتاع هذا القزبر المجفف لو بيرسيل هكا حسب هكا. فوالا هنايا خليتي هنايا قريب 10 دقائق و بانيسي ا بوبخي 10 مينوت. هنايا عندنا الجنجبيل جاجون هادي سان بيتيت كيير نيفيه سي ولي غارس سي باراي لي راه في الدوري. كركم هنايا عود الصفر، الكركم وهنايا عندنا القرفه. غادي نديرو دلو، نديرو الماء و نغاجوتي ان بو دلو. كيما هاكا نزيدو لاصوص طوماط نتاعنا
كان لي يقول لها طوماطيش تاع الخوطي وكان لي يقول لها لاصوص طوماط. بسم الله. غادي هنا نخليها بين نص ساعه و 35 دقيقه و فاليسي ا بي بري 30 ا 35 مينوت. دونك لا اون فا راجوتي لونيون. نزيدو البصله لو بوم دو تير البطاطا نتاعنا نزيدوها اون فا راجوتي دي زوليف الزيتون وغادي نبلعو عليه ونخليوه هنايا 20 دقيقة أو فاليسي 20 مينوت أبي بخي. فوالا دونك هاهو المرقة نتاعنا وجدت لو طاجيني لي بخي. غادي نفوتو إن شاء الله نديروه في الزلافة نتاعنا. دونك بسم الله نبداو بالبطاطا نتاعنا نبداو بالبوم دو تيغ. غادي نديرها هنايا في الضو في التشوغ هاكا. نديرو اللحمة نتاعنا نديروها هنايا دونك نديرو الزيتون مع الوليف مع لونيون البصلة نتاعنا هنا في الوسط. انا اللي درت الفطور وزيت العشاء هكا باش يكون عندنا العشاء باش في العشاء اللي بغى ياكل المرقة واللي بغى يدير شي حاجة اخرى يديرها. وما تنسونيش في اللايكات يا البنات ويا الولاد كذلك. نديرو الزيتون من هنا بسم الله. نزيدو البصيلات بسم الله. نصفيو كاع البصيله نتاعنا البصله لونيو ونختارو هكا البصله هذه نديروهم هكا ونسلم على عائلتي كل شيء واحد بواحد وعائلتي الزوجه نتاع اليوتيوب اللي فرحوني بالتعاليق نتاعهم اللي مليحه ويفتحوا لي يدعوا لي ربي ان شاء الله يحفظهم حتى هما لي راهم عائلتي. غادي نديرو دروك اللحم في الوسط بسم الله. راهم يدين مقيمه البنات ويا الاولاد كاين تولف نقول غير البنات والولاد يزعفوا مني. نقدم شويه الكاميرا راه تصور شويه بعيد. فوالا نديرو اللحمة نتاعنا بسم الله. باسكو كاين بعض الاخوات قالوا لي علاش راكي تدرقي اللحم ما تدرقيش اللحم بزاف وهي سي فري في حق الطبيعه. كي ندير طاجين تاعي دائما اللحم تاعي ندرقو مانيش عارفه ليا. قالوا لي علاش راكي تدرقي اللحم ما تدرقيهش خليه في بان. وسي فري هادي عطاوني واحد ليدي بعدا والله. دونك فوالا اوني اريفي على فان دي فيديو. دونك وصلنا النهايه نتاع الفيديو نتاعنا. هذا هو الطاجين نتاعنا كيما راكم تشوفوا لصق ما بغاش يبوجي. ها شوفوا يا البنات ها شوفوا يا الاولاد باش ما يزعفوش. انا درنا هنايا الطاجين بالزيتون والبطاطا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وسمحوا لي الا كنت ندرك اللحم. سي فري درت بيتيز درت واحد الشيطان كنت ندرك اللحم. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc j'ai pas caché la viande parce que j'ai reçu des commentaires pourquoi vous cachez la viande et tout. Donc là j'ai montré bien la viande. Donc voilà, donc j'ai montré la viande
J'espère que vous testez la recette et vous partagez avec les familles et les amis. J'espère bien. Vous n'oubliez pas les likes surtout, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste ça. Donc, nous vous ونطلب من الله رب العالمين ان شاء الله ينحي علينا هذا الوباء وترجع الحياة نتاعنا كما كانت. نسلم عليكم بزاف بزاف عائلتي وعائلتي دوزيام نتاع اليوتيوب. نسلم عليكم اي بي نقول لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. ميرسي بوكو اي بي على بروشان فيديو. ميرسي.